باريس. دكتور رامي، سؤال سريع لك، أعتذر عن ضيق الوقت، لابد أن هناك قلق من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو إذا ما فاز دونالد ترامب، هذا ما يتردد، ما رأيك؟ أربعة ملفات أساسية تغلق الدول الأوروبية: الملف الأوكراني والذي تحدث عنه الزملاء وخشية تغير الموقف الأمريكي، ملف حلف الأطلسي، وهنالك عدم إيمان لترامب إذا ما وصل إلى السلطة بحلف شمال الأطلسي. لكن هنالك ملفين آخرين ربما أكثر أهمية بالنسبة للدول الأوروبية: الملف الاقتصادي وإمكانية فرض حماية على البضائع الأوروبية، وهذا يقلق الدول الأوروبية، وأخيرا نمو اليمين المتطرف انسجاما مع ترامبية، لأن ترامب ليس فقط مرشح للحلف الجمهوري، ليس رئيسا تقليديا، وإنما هو رئيس بأفكاره يشجع إلى حد كبير نمو الظاهرة اليمين الشعبي واليمين المتطرف في الدول الأوروبية. وبالتالي يبدو أن للدول الأوروبية مرشحا في الانتخابات الأمريكية، ألا وهي كامالا هاريس. رامي، شكرا لك على هذه المداخلة القصيرة جدا، شكرا جزيلا لك.